الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الهجرة ثلاثة مراق: هجرة حال، وهجرة زمان، وهجرة مكان. الأول هجرة حال، وهي أن تهجر كل فعل أثيم وخلق ذميم، وأن تغادر كل حال خبيثة وخلق دسيسة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الثاني هجرة زمان، وهي أن تهاجر بقلبك وعقلك وروحك إلى زمن الهجرة وإلى صاحب الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتقتدي به خلقا وعبادة وسلوكا. فقد قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الثالث هجرة مكان، وهي أن تنظر في مكانك الذي أنت فيه اليوم، فتسعى في الناس إصلاحا ولسنن الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم إحياء، فهي هجرة مستمرة في كل زمان ومكان، هجرة لنشر الخير والهدى والصلاح، إنها نية الخير للبشرية والجهاد في سبيل الدعوة المحمدية. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فهذه هي الصفحة الجديدة من الهجرة الشريفة. عليك أن تكون مصلحا للناس، كما قال سيدي فضيلة الشيخ محمد الياس الأطار القادري حفظه الله: علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.